هلا، ابعتي لي ماهر لو سمحتي. حاضر يا استاذ مراد. اهلا 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 يا ماهر، تعال 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 يا ماهر. انا كنت جاي لحضرتك، بس كنت بناقش شويه افكار مع هاله. طب تديني انا شويه من الافكار دي. او طبعا انا في دماغي خط. ده اكيد اكيد. اقعد اقعد. الخطه بتقول اننا لازم نبتدي بالجديد، والجديد ده لازم يبقى له طابع مميز، يعني لازم نبتدي من اخر حاجه عملها غيرنا في فن الاعلام. ده بديهي. ده طبعا عايز مجموعة لقاءات مع وائل وهالة. لا، خليك مع وائل بس، ده اختصاصه، وسيب لي انا هالة. قصدي يعني هالة وقتها كله مشحون بشغلي انا، شغلي انا وبس. بقول لك مضى القرار في ساعتها، وطبعا هيلزمني موظفين معايا. اول واحدة فكرت فيها انت. قومي غيري هدومك وتعالي على طول. بعدين يا ريري اما تيجي. يلا باي باي. الو هاشم، انت فين؟ لا انت سيبني شويه اليومين دول لغايه ما اوضب امور شغلي. لا طبعا انا هتصل بيك، مش هتاخر عليك. وحياه هاشم، باي باي. انت عمرك ما كنت ضعيف، ليه مع دي بالذات بتضعف؟ دي بتتصرف معاك زي ما هي عايزة. الحب عمره ما كان ضعف، الحب طول عمره احساس بالقوة. ليه بتضعف الأمر؟ ليه؟ انت لازم تقاوم. انت اديت كتير، اديت كل احاسيسك المحبوسة، بس ظاهر الرنة ما تستحقهاش. حقيقي ما تستحقهاش. أنا آسف جدا يا فندم إذا كنت جيت من غير تليفون، بس الحقيقة التليفون كان مشغول على طول. يا خبر يا أستاذ فريد، أنت محتاج تليفون برضه، أنت تؤمر. أرجو إن ما أكونش جيت في وقت غير مناسب. بالعكس، أنت جيت بالظبط في الوقت المناسب. أنا مش ممكن حنسى أبدا وقفتك جنبي. الحقيقة أنا قلت أجي لحضرتك عشان أديك فكرة عن طبيعة الشغل وطبيعة الموظفين اللي عندنا. بمناسبة الموظفين. ايوه. انا طبعا محتاج سكرتير. اتفضل. مرسي. وطبعا انا اللي هرشحها. ده انت تؤمر يا فندم، يعني في حد في دماغك؟ هو في واحدة صاحبتي اسمها ريري، ريري شوقي، كانت مسافرة بره وجت بقالها كام يوم. أنا فعلا كلمتها وزمانها جاية دلوقتي. أنا بقى بحب الشغل السريع اللي بالشكل ده. يعني أعتبر الموضوع منتهي؟ من غير تفكير يا فندم. ريري، ريري شوكت، طبعا الموضوع منتهي. ميرسي، ميرسي قوي. أنا هعملك فنجان قهوة بإيدي. مساء الخير. مساء الخير يا بابا، يعني جيت بدري النهارده. خلصت بدري. جيت. لا مش حكاية خلصت بدري، شكلك قلقان. بابا ما تسافر شوية. ساعة
هتسافر ليه؟ يعني مجرد تغيير، ما تحسسنيش اني مقايداك. كلام ايه ده؟ اوعي تقولي كده مره تانية، انت عارفه انك حياتي كلها. لما بشوفك زهقان كده بخاف. تخافي من ايه؟ بخاف احساسك بالقلق ده ممكن يخليك تفكر في الجواز مثلا. تأكدي لما يحصل ده هتكوني معايا خطوة بخطوة. ممكن يحصل؟ انت ليه بتتكلمي في حاجة زي دي دلوقتي؟ لازم تعرفي ان اني مش ممكن اعمل حاجة من غير موافقتك. انا صحيح اوقات كتير بحس بافتقادي لحاجة كبيرة اوي، بحس بفراغ كبير، وده طبيعي يكون احساسي. بعدين افرضي يعني. افرض ايه؟ وازاي؟ وذكرى ماما؟ ذكرى ماما عايشة معايا هنا، ذكريات ماما هتعيش على طول. لكن بابا أرجوك ما تكملش، أنا كنت بناقش الفكرة نفسها، إزاي ممكن العواطف تتحول بالشكل ده؟ ازاي ممكن انسانة تحل محل كيان موجود في عمرك كله؟ ازاي؟ ازاي يا بابا؟ نريمان بلاش يا بنتي الحدة في التفكير دي. انا بابا، بابا اللي بيحبك وهيفضل جنبك العمر كله. الو ست البنات، عامله ايه؟ ست البنات متنرفزه. ومين اللي يجرؤ ينرفزك؟ ده انا انسف. انت كنت فين؟ الاستاذ مراد سأل عليك كم مره. الو مدام خديجه، ازيك؟ حكايه هلو دي يا اخي، قول سلام عليكم. طب هلو دي يترد عليها ازاي؟ انا مش فاهم. لا بجد بلاش هلو. ماهر ادخل، واذا كان متنرفز اتصرف انت بقى. ايه ده؟ هو عامل لكم ارهاب هنا ولا ايه؟ على فكره انا ما بحبش كده. ماهر مش وقت هزار. حاضر. كنت فين يا استاذ؟ انا اتاخرت عشان كنت بعمل اتفاقات كويسه للشركه. استاذ ماهر ارجوك، اي اتفاقات تعملها باسم الشركه لازم يكون عندي خبر، ده اولا. وثانيا احب لما اجي شركه واطلب اي موظف لازم يكون موجود. مراد بيه، مع احترامي لكل كلامك، لكن مفيش حد في الدنيا بيعمل كده غيرنا. مكاتب الدعايه اللي زي بتاعتنا دي محتاجه دينامو، محتاجه ناس تتحرك، مش ناس تقعد على مكاتبها بترغي. متهيألي انا مش محتاج اي حد يفهمني شغلي او يعلمني ايه اللي بيحصل في اي بلد من بلاد العالم. لكن قبل اي لكن، حضرتك لازم تشوف الاتفاقات اللي عملتها النهارده مع شركات اجنبيه لسه بتبتدي وعايزه تعمل حمله اعلانات هنا في مصر. انا عملت الاتفاق المبدئي مع 4 شركات ومطلوب مجرد توقيع العقود. الاتفاقات دي كلها اتعملت النهارده الصبح؟ ايوه. عظيم. عظيم جدا. اتفضل روح للاستاذ فريد يديلك نسخة من العود بتاعتنا. و فريد مش هيحضر أي نسخة من العود بتاعتنا، الناس دي ليها طريقتهم وشروطهم في التعامل. أرجوك أنا مش عايز أي تدخل من فريد، ده يبوظ أي تعامل مع ناس زي دول. خلاص خلاص خلاص، أنا بنفسي هكون موجود معاك. حضرتك أو هال؟ حضرتي أو فريد. أستاذ مراد اسمح لي أقول لك إن فريد ده بعد كلمتين معاه عرفت مين هو بالظبط. أنا برفض أي تعامل معاه. طيب انا بنفسي هكون موجود. شكرا يا فندم، بعد اذنك.
مشغوله قوي بمين كده؟ هيا ما حصل حاجه؟ لا طبعا، هو حقيقي عنده حته غرور مش بطاله، لكن لما بيقتنع بيفهم، ويا دوب ابتدينا نتفاهم. ضايقك؟ ما يقدرش يضايقني. اولا انا مش صغير، ثانيا بديله خبره كبيره قوي. يضايقني ليه بقى؟ بقى هو بقى اللي مغرور. طب عرفت عليه شغل جديد؟ انبسط قوي. هو اتعود انه محدش يفهمه ويسكته، اتعود يصادر حديث اللي قدامه ويربكه عشان يوصل للي هو عايزه. بس انا فاهم النوع ده اتعامل معاه ازاي. برافو عليك يا ماهر، انت وصلت هنا في المكتب اللي محدش قدر يوصله. خليك كده، اوعى تتغير. طب بمناسبه انك زي القمر كده النهارده، انا ما عنديش مانع اعزمك انت وطنط ومعتز على العشاء. النهارده؟ مش ممكن. انت مش رايح معانا حفله رندا؟ مين رندا دي؟ لا ما عنديش فكره. هو مراد ما قالكش؟ ما حدش قال. وحتى لو قال، انت متصوره ان ممكن اتعزم في بيت حد كده ما اعرفوش؟ لا طبعا. انت تسيبك من مراد ورندا والناس دول كلهم وتيجي نتعشى سوا. خليك يا بابا، انا هروح. الو؟ ايوه، مين عايزه يا فندم؟ دقيقه واحده اشوف. علشاني؟ ايوه. الو، اهلا. لا ابدا، النهارده؟ حاضر، وهو كذلك. طب بمناسبه ايه؟ طب العنوان لو سمحت. واضح انك مضطرب وقلقان وانت بترد على تليفونها. يا ترى هي مين؟ وعايزه منك ايه يا بابا؟ لو تعرف اني شايفه دقات قلبك كنت بترد على التليفون. ايه؟ ممكن يكون حب في السن ده؟ رندا جمال نظمي، 4 شارع الازهار، الزمالك. ما هو حاجه من اتنين، يا ما كانش يقصد ويبقى ما ينفعش من اصله، يا يقصد وتبقى دي غلطه عمره. مش انا يا منيره اللي ممكن يعرضني لموقف غيره ولا موقف اهانه لانوثتي بعد كل اللي قاله لك ده؟ لا يا هاله، لازم تديله فرصه. وفريدي اديته الفرصه وفضل برضه متردد، هيبقى شكلي ايه قدامه؟ هيبقى شكلي ايه قدام نفسي؟ بضاعه بتعرض نفسها في سوق الجواري، بتعرض مؤهلاتها، وهو يا يوافق يا ما يوافقش. تسوى كام دي يا منيره؟ ردي عليا، تسوى كام؟ طبعا بطريقتك دي وبمفهومك ده تبقى ماساه، بس ده اعترف يا هالة، قالها لك صريحة. اعترافه كان فيها محاولة للاكتشاف. مراد رغم كل اللي انت شايفاه ده، لكن خبرته قليلة، عنده حالة رعب من جوازه الاولاني. صدقيني يا منير، مراد هو اللي خايف مش انا. انا قبلها كده زي ما هو، بكل خوف، كل عقده.
انا عارفه هتعامل معاه ازاي. هو لا صدقيني يا منيره، انا ابتديت اشك ان احساسي اعلى من احساسه، بس لو يسمع الكلمتين دول. انا كنت فاكره انهم وصلوا له من غير ما اقولهم. انت اكيد قصده تجننيني. انت بتطلبي المستحيل يا هاله، انت عاوزه واحد عبقري عشان يفهم انك عاوزاه. بس بطريقتك لو ما فهمنيش يبقى مش لازمني. هتعب شويه لكن مش اكتر من احساسي اني باجري زي الغبيه وانا واقفه في مكاني. هو سؤال واحد ترد عليه بصراحه وبمنتهى السرعه، انت بتحبي مراد عز العرب ولا لا؟ بحبه فوق خياله ما يتصور، بحبه بعد سنين عمري، بحبه لدرجة اني نفسي في يوم من الايام باسمي هالة عز العرب، مش هالة مختار. فهمتي؟ والله ما انا فهماكي. تعالي بقى نشرب القهوة قبل ما يجوا. حلو الفستان يجنن. كل ده عشان مراد؟ بذمتك مش يستاهل. مركز وفلوس وعيلة، هو ده الراجل اللي كنت بدور عليه. والدكتور هاشم كان لازمته ايه تعزميه النهاردة؟ تبقيش عبيطة، دكتور هاشم مقدرش حاليا استغنى عنه، ده منجم دهب. وجوده هو اللي هيخلي مراد يتحرك. ثم هاشم مشاكله كتير، كفاية بنته. ولما هاشم يغير يبقى هاي. هاشم يغير شوية ومراد يغير شوية، هتلاقي اللي عنده اكتر هيدي اكتر، يبقى مين الكسبان؟ بس حاسبي لحسن تبص تلاقي الاتنين طاروا من ايديكي. لا ما تخافيش، انا بعد موت جمال بقيت بحسب خطواتي كويس قوي، مش هسمح لأي راجل تاني يستعبيني. الاتنين لازم يبقوا في ايدي، يجروا ورايا لغاية انا ما اقرر مين فيهم. مين يا ماما؟ مراد دي. قولي له نزلت. نزلت يا مراد دي. انا اسفه، انا كنت فاكره هلحقها على الباب. مش معقول، دي مفاجأة بقى. أنا قلت أجي أشوفك بتعمل إيه في المكتب بالليل. بصراحة المكتب من غيرك ده مثير أوي. كنت بتعمل إيه؟ ها؟ لا دي ورقة كده كنت بشخبط فيها. لو ودينا الورقة دي للدكتور هاشم هيقدر يقرأ كل أفكارك. دي تبقى مشكلة. فين؟ خايف يعرف إيه اللي في مخك؟ لو على اللي في مخي تبقى بسيطة. معتز دايما بيبقى فيه ابتسامة على وشك لكن وراها لمحة حزن. ترى ليه؟ ده موجود في الورقة؟ أيوه، وكمان أوقات كتير بتدي أكتر من سنك، حتى خبرتك في المكتب بتقول كده. يمكن مريت كتير بفترات سكوت. سكوت؟ أوقات كتير بحس إن أحاسيسي مصادرة، مشاعري مصادرة، رغباتي مصدر. مش عارفة يا معتز، اوقات بحس انك بتبالغ. متهيألي انت مش من النوع اللي ممكن يحس باي ضعف، بالعكس. يمكن علشان عمري ما كلمتك عن نفسي. ده حقيقي، منتهى الانانية مني مش كده؟
وجودك هنا دلوقتي بيقول غير كده. بيقول ايه؟ بيقول انك ابتديتي تهتمي بالمكتب وباي حاجه غير ماريلان. اتاكد انه ما كانش بايدي. انا تعبت كتير. مش انت بس، انا كمان تعبت. يوم بابا ما مات ابتديت اعيد حساباتي مع نفسي، مع اخواتي، مع اهميتي في البيت. اكتشفت ان لازم اعرفهم اكتر، افهمهم اكتر، اخليهم يحسوا بي. قدرت تحقق اللي انت عايزه؟ بحاول، بحاول هناك وبحاول هنا وحبتدي احاول هنا. اتفضل يا استاذ وائل. اشكرك منيره. ميرسي. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. أهلا مراد بيه. أهلا وسهلا. دايما كده الشخصيات المهمة تيجي متأخرة. لا ولا مهمة ولا حاجة، بس حضرتك عارفة المرور. طيب اتفضل تسلم على دكتور هاشم. دكتور هاشم مراد بيه عز العرب. أهلا أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. بيتهيألي شفتوا بعض قبل كده. طبعا. الدكتور هاشم شرفني قبل كده بزيارة في البيت. أهلا مراد بيه. أنا شايف الحمد لله دلوقتي كويس. الحمد لله. بركة فيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا. على إذنك. تفضل. أهلا. أهلا مرحبا. تفضل. أهلا. أهلا أستاذ مرحبا. منورين. أمال فين هالة؟ ما جاتش، مش عارفة إيه اللي أخرها كده. مراد بيه ممكن أقدم أي خدمة؟ لا لا شكرا شكرا. بعد إذنك. تفضل. مراد بيه كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. شكرا شكرا شكرا. بعدين بعدين. ميرسي يا هلا. على ايه؟ اني جيت؟ كنت عجبني. اهلا اهلا يا حبيبتي. تعرفي هلا لو كنتيش جيتي كنت حقيقي هزعل. ما كانش ممكن ما اجيش. عن اذنك. بتعود تقعد بعيد كده عن الموظفين بتوعك؟ لا بس بحب اسيبهم على حريتهم. انا ومنهم ما سيبكش دقيقة واحدة. شكرا شكرا. شفت بقى؟ ايه ايه خير؟ الشقة الطويلة العريضة اللي أنا قاعدة فيها لوحدي دي. الحقيقة زوها حلوة أوي. كل حتة فيها أنا عاملاها بإيدي. بس تسوي إيه من غير حياة؟ معلش هي فترة مؤقتة وأكيد بعديها هتتعودي. طب وأنت؟ اتعودت؟
الوحدة فظيعة قوي. مراد أنا لسه صغيرة. ما هو أكيد برضو الشغل هياخد شوية من وقتك. تفتكر؟ عموما هو أهم حاجة في الشغل ده وجودك أنت فيه. طب لو لي مش تقومي تشوف ضيوفك يمكن عشان لو قلت لك انك انت كل ضيوفي. انا شايف ان مراد بيه واخد كل اهتمامك. عن اذنكم تفضل. ما فيش حد ممكن ياخدني منك ابدا. مش باين رندا، انا بقالي كم يوم مش بتجيش. ها انت زي ما تكوني بتهربي مني. هاشم وحياة رندا عندك، سيب كل حاجه تاخد وقتها. هسيب كل حاجه تاخد وقتها. يا ساتر فظيعة، تلعب بالبيضة والحجر. هلا لو سمحت. أفن أقدر أقولك إنك عمرك ما كنت حلوة زي النهاردة. ميرسي. في حاجة تانية؟ دايما هيكون في حاجة تانية. ايه؟ مش ممكن ابدي اعجبي بيك ولا ايه؟ لا، انا اقصد حاجة تانية بالنسبة للشغل. اكيد. رندا عايزاكي دقيقة واحدة. على اذنك. انت شايفة اللي بيحصل هناك ده؟ ما تخافيش، انا واخدة بالي منها كويس قوي وفهماها. هي فيها ميزة واحدة بس. ايه؟ كرامتها تعباها، لكن اول ما هتحس انها اتهزت هيبقى خلاص. انا رايحانها. مش معقول ابدا يا هالة، كمان هي كلام في الشغل. مراد دي لازم ياخد حريته شوية. قوي قوي. عن اسمه هلا. سيبك منها. هي ايه؟ هتفضل ملاحقك هنا في الشركة؟ مساء الخير يا مامي. مساء الخير يا روحي. هي انبسطتي؟ يعني ليه، في حاجة ضايقتك؟ لا أبدا، بس نفس الناس، نفس الوجوه، نفس الكلام. لا أكيد في حاجة مضايقاك. أبدا يا مامي، بس ست صاحبة العزومة دمها تقيل قوي على قلبي وطريقتها جميلة، وأنا ما بعرفش أمثل. أكيد كان باين عليا. أنتي متأكدة إن الحكاية بس كده؟ مامي أرجوكي، أنا مش عايزة استجواب. أمال ما رديتيش على مراد بيه لما طلبك قبل ما تنزلي ليه؟ أبدا، أنا خفت بس يعطلني. هالة حبيبتي، أنت في حاجة مخبيها عليا. تصبحي على خير يا مامي. اوعي تفتكر ان انا ممكن اشوفك كده واسكت. مامي حقيقي مفيش حاجه. واوعي تفتكر ان انا مش واخده بالي.
ده انتي داخله مكشره وخارجه مكشره. انتي روحتي الشركه دي زي البونبونه الحلوه. انا بشوفك قدامي دلوقتي دايما مش مبسوطه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. احنا هنخبي على مامي تاني. هلا حبيبتي، اذا كان الشغل ده هيخليكي تعيسه بالشكل ده بلاش. ده انتي اي شركه تانيه في الدنيا تتمناكي. شركه تانيه؟ طبعا شركه تانيه. وبعدين انتي لازم شويه تبصي لمستقبلك. مديحه صاحبتي كانت بتكلمني دلوقتي من شويه، ابنها راجع من امريكا دكتور قد الدنيا. مامي انتي بتقولي ايه؟ بقول ان كل يوم والتاني عريس وانا برفض من غير ما اسالك، لكن الحكايه كده طولت. لغايه امتى يا هاله؟ ماما انتي متصوره ان انا ممكن اتجوز بالطريقه دي؟ عريس وابن مديحه هانم؟ لا طبعا. انا يا هختار يا عمري ما هفكر في الجواز. بس المهم لما تختاري تعرفي كويس قوي انت اخترتي مين. فهماني؟ خير. يا سلام، انت جاي تغيظني بقى؟ لا مش قصدي، بس حسيت اني عايز اشم شويه هوا، فقلت اجي اقعد معاك شويه. ايه في مانع؟ انا ازاي بقى؟ ده حتى النهارده القمر والنجوم على العين ومنتظرينك. اخبار الارمله الطروب ايه؟ مش عارف يا منى، النهارده الضغط كان مركز قوي. لازم اطلقت عليك صواريخ. طب وانت؟ منى انت مش فاهم حاجه. لا طبعا فاهم، بس في حاجه محيره. يعني عايز اسالك سؤال وترد علي بصفتك انسان عايش في القرن العشرين، مش بصفتك كاتب رومانسي كذاب. كذاب؟ قصدي مش قصدي كذاب يعني بمعنى كذاب، قصدي كذاب بمعنى كاتب رومانسي خيالي يعني. اسأل. هل ممكن يكون في حب رومانسي حقيقي النهارده واحنا في اواخر القرن العشرين؟ ايه اللي حب رومانسي؟ طبعا في حب رومانسي، لكن ليه؟ انت فاهم ان واحده زي رندا دي ممكن تكون بتفكر بطريقة رومانسية؟ لا طبعا مش فاهم. يعني عارف انك في ورطة ومع ذلك هتدخلها برجليك بخطوات سريعة جدا. لا 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 لا، اولا انا مفيش حد ابدا في الدنيا ممكن يورطني. وتورط عشرة زيك، واول الورطة عزوم عشان تشوف قد ايه هي عايشة في وحدة، وبعد كده تلزقلك في المكتب، وبعد كده هيبقى مجال الاشاعات عظيم. خلاص الخطوه اللي بعد كده ايه؟ يلا نتجوز. ايه ده؟ اتجوز؟ تفتكر راندا دي بتفكر بالطريقه دي؟ والا سيادتك ما كنتش تبقى هنا دلوقتي، كان زمانك مخموط في البيت. لما عشان تيجي في عز الليل كده وتقلقني، يبقى ده معناه انك ملتاع. ايه ملتاع دي بقى؟ ملتاع يعني ملتاع؟ اقصد انها قدرت تلخبط كيانك وبعدين تقول لي حب رومانسي. الرومانسي ده سيبهولي انا. بس 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 بس، على فكره منيره كانت في حفله النهارده. مالكش دعوه، انا مش عاوز اعرف منك حاجه. احبائي انا كفيل بهم. احبائي انا انا خدش منك الكلام، كلام كلام. نفسي مره اشوفك تاخد خطوه واحده لقدام. لا انت اصلك ما انتش عارف الخطوه بالنسبه لي هتبقى محسوبه قد ايه. هتبقى خطوه العمر. يعني ايه؟ ملهاش غير حل واحد محترم
هتقدم بصفة رسمية للجواز؟ جواز؟ انت انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد. البنت اللي في سن منيرة دي بتبقى احلامها كتيرة قوي، وقبل ما تزيد احلامها اعمل انا القضاض على مخها. على فكرة قبل ما يضحك على عقلها حتة عيل صغير من بتوع ال لا بسألة الجواز دي بسألة صعبة جدا، بسألة عايزة ترتيبات كتيرة. لا 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 النموذج ده صعب التفاهم معاه. هما مين دول؟ يعني اللي في سن منيرة دي مفيش هنا مخ، مفيش خالص، مفيش نضوج، في عنده بس. وانا في السن اللي وصلت لها دي محتاج الانسان تقبلني زي ما انا من غير مناقشات، من غير ما تردد كلمات واسئله. انا كفايه المناقشات اللي في دماغي. الله، يعني نفسك قصر. طب انت محمود قوي كده ليه؟ انا بقولك مش هديها فرصه تتناقش، هطلبها مباشره. طب افرض يعني مجرد فرض انك بعد الجواز اكتشفت ان مش هي البنت اللي كانت في احلامك، مش هي اللي كانت في خيالك. لا 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 يا منعم، انت لازم تدي لنفسك فرصه انك انت تختبرها، تختبر عواطفك. اختبرها ازاي يا مراد؟ هما ولاد الناس لعبه؟ فهمني يا حبيبي، فهمني. اصعب شيء انك انت تتوقف عند المظهر، عند البريق، عند الشكل الخارجي، وبعدين في النهايه تكتشف زي ما حصل لي انك عايش في جوه فريزر، فريزر بيجمد كل عواطفك ومشاعرك، فريزر بيحولك لانسان بلا دفء. ساعتها هيكون الندم فظيع. افظع شيء في الدنيا يا منعم انك تحس بالندم. انت لازم تتاكد 100% ان هي دي الست اللي انت عايزها، اللي تحترم مشاعرك، اللي تمارس عليها فعلا رجولتك. انوثه يعني خضوع، تفاهم واندماج. شوف يا منعم، لازم تتاكد انك انت السيد، لازم هي تكون خاضعه للي انت عايزه. في فرق كبير قوي بين واحدة تقول لك أنا تحت أمرك يا منعم، وبين واحدة تانية ما عندهاش غير كلمتين اتنين، لا وما أقدرش. تفرق كتير قوي يا منعم. نريمان، نريمان يا حبيبتي. أنت جيت يا بابا؟ أيوة ستي. ليه مش نايمة في أوضتك؟ مش عارفة، اصلي ما كانش جالي نوم. بابا انت كنت فين؟ كنت معزوم على العشاء. اصلك اليومين دول بقيت بتخرج كتير وبتتاخر، وانا بتجنن من الوحده خصوصا بالليل، احساس فظيع. بس لو تسمعي كلامي وتفكري تخرجي. بابا انا ما اقصدش قايد حريتك، بس حاسه انك اليومين دول مش معايا. ما تقوليش كده، انت عارفه انك اغلى حاجه عندي في الدنيا. بس هو يعني اوقات بحس اني بتخنق من الوحده، يعني مش عارف اشرح لك، انما اكيد انت فاهمه. انا مش عايزه احس اني بحرمك من حاجه، مش عايزه احس اني عقبه في حياتك. عقبه؟ انت ممكن تبقى عقبه. ازاي تفكري بالشكل ده؟ احساسي بيقول لي ان في حاجه جديده في حياتك، علاقة حب مثلا. حتى لو ده حصل لازم تعرفي انك
اول واحده لازم تعرف. وبعدين بلاش تفكري في حاجه زي دي دلوقتي. الاوراق دي مرت على الهاله؟ ايوه يا فندم، بصت فيها وقالت لي دخلها المربيه. انا مش عارف ايه اللي مش عاجبها في الطلبيه دي. اللي مش عاجبها واضح يا فريد باشا، مش معقول ديكورات اوضه علاقات عامه تتكلف التكاليف دي كلها. ايوه يا فندم، ما هي دي برضه في وش الشركه، وبعدين دي طلبات رند هانم. طلبات رند هانم على العين وعلى الراس، بس مش بالشكل ده. ده يتشط وده يتشط وده كمان يتشط. بس اتفضل وخلصت من مشاكل اوضه العلاقات العامه دي، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انا عليا انفذ وبس. تمام كده، تنفذ وبس. اتفضل. زمانه مضى على كل حاجة. ما يخصنيش. لا ما تبقيش عبيطة، ما انت لو غلطتي دلوقتي هيعمل كل حاجة من ورانا. وكفاية انه نازل طالع وعمال يشتري حاجات للشركة، وطول النهار تليفونات للست راندا. وتمام يا فندم. منيرة الله يخليكي، انا النهاردة زهقانة مش عايزة اتكلم مع حد. وهتفضلي ساكتة كده كتير؟ يوه انا مروحة. مش هتقولي له؟ لا. الله، مروحة بدري النهاردة كده ليه؟ لا ابدا، اصلي عندي مشاوير بره. اتفضلي. ممكن ادخل من غير استئذان؟ طبعا عن اذنك. وافرضي هو بابا ده مش عنده قلب، واي قلب في الدنيا معرض لدقات تيجي فجأة ومن غير معاد. انا لا يمكن اتصور انه معتز. انا بحاول اخليه مش ناقصه حاجة، بعمل كل حاجته بنفسي. مش كفاية، بابا ناقصه اهم حاجة، وخصوصا وهو في السن ده. على الاقل محتاج يحس برعاية عاطفية، يحس ان حد بيفكر فيه، بيهتم بمشاكله، بيديله امل في يوم جديد. وماما وذكرى ماما. وانا ذكرى ماما هتفضل موجوده العمر كله، لكن انت مستقبلك قدامك. مستقبلي هو مستقبلي. انا لو تعبت او جرالي اي حاجه اروح فين؟ اعمل ايه؟ ده هو كل حاجة. هو الصبح، هو الفجر اللي بقلق فيه الاقيه قدامي، هو الليل اللي انا بنام في حضنه. ناريمان، ده تعلق مش عادي، اسمحيلي. ايوه مش عادي، لازم يبقى مش عادي يا معتز. انا مش قادرة افهم ازاي هو مفكرش فيا، مفكرش في ظروفي. انا مش عايز نسبة الاحداث، وبعدين الدكتور هاشم مش هو الاب اللي ممكن يتخلى عنك. اللي حصل غير كده، ده بيكلمها كل يوم في التليفون، بيسهر عندها. ده كله معناه ايه؟ احنا لازم نعرف معناه ايه. انا عارفة معناه ايه. بابا طول عمره عاطفي، وبنفس الوقت دغري. تبعتش انه ايه يا ناريمان؟ انا مش هقدر اجاوب على سؤالك ده لغاية ما اقابلها. تقابلي مين؟ راندا. راندا جمال نظمي. ما تتصورش قد ايه انا كنت سعيدة النهاردة الصبح وانا جاية الشركة. انا حاسة انك اديت لي امل كبير قوي. يا خبر يا راندا هاني، انا عملت حاجة؟
ده اقل شيء كان ممكن اعمله عشان خاطر مرحوم جمال. حضرتك ما تتصوريش اللي حصل له ده كان مؤلم بالنسبه لي قد ايه. يعني عشان جماله بس؟ لا طبعا طبعا عشان حضرتك كمان. انا كل اللي يهمني انك تشتغلي، تحسي انك انت بتشتغلي، من وقتك مشغول. مش في اي مكان، مش مع اي حد. مراد وجود البنت هو بس اللي خليني افكر اشتغل، غير كده ما كانش ممكن ابدا. انا شاكر جدا يا رب هانم. انا كل اللي يهمني انك تحسي ان ده مكتبك، ويهمني اعرف كل مشاريعك. اول مشروع عندي انك انت تشيل لقب هانم ده، تقول لي راندا، راندا وبس، عشان ما احسش ان السنين جريت بيا. بس كده؟ لا، وعندي مشروع تاني. ممكن اعرفه؟ العلاقات العامة احتفلت بيك امبارح بشكل عام. انا شايفة اني لازم احتفل بيك لوحدي، لوحدي خالص. اول مرة حد يحتفل بيا لوحدي. طيب تسمح لي انا ابتدي؟ طبعا. في حد في الدنيا يرفض عزومه ظريفه بالشكل ده؟ طب ممكن اعزمك للنادي على العشاء في اي مكان انت تختاره. طب ما سيبيلي انا حكايه العزومه دي، على الاقل علشان احتفل باحتفالك بيا. انت تؤمر. طيب امر عليك النهارده الساعه 10 بالليل من غير تليفون. من غير تليفون؟ ناريمان اوعي تعملي حاجه زي دي. ما انا لازم افهم هي عايزه منه ايه بالظبط. ايوه بس ده ما يديكيش الحق في احراجه قدامها. مش يمكن مفيش حاجه ابدا؟ مش يمكن دي مجرد تصورات واوهام؟ لا يا معتز، لا، انا احساسي ما يكذبش عليا ابدا. انا احساسي بيقول لي ان بابا في حيره، انا لازم اخلصه منها، لازم افوقه منها. اسمحي لي، انت كده بتعملي حجر على احاسيسه، ومفيش منطق في الدنيا يقول كده. انت بتدي لنفسك حق مش حقك. معتز انا مصممه هروح لها، يعني هروح لها بس بعد ما اتاكد. ناريمان، انت تسمحي لحد يعمل حجر على عواطفك؟ انت بتقارن بيني وبينه على اي اساس؟ على اساس مهم جدا، انك ممكن في يوم من الايام تبقى في نفس الوضع بتاعه ويدمر كل احاسيسك. ده قياس فظيع يا باشمهندس. لو اتوجدت واحدة في حياة بابا ممكن تدمره وتدمرني، لكن انا لو ده حصل. ايوه، وبعيد قوي انه يحصل. لكن لو حصل اكيد بابا هيبقى سعيد جدا. انت ليه بتعذبي نفسك؟ ليه بتحاولي توجدي مشاكل في حياتك؟ ليه ما تديش لنفسك امل وتديله هو كمان امل؟ معتز ارجوك كفايه كده، متهيألي ممكن بقى ننزل نشوف شغلنا. يعني نقفل باب المناقشه؟ لو سمحت. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل في الشركة دي، مش فاهم إيه الفوضى دي. في الحقيقة أنا ما لقيتش هالة قلت أدخل. إذا كنت اتصرفت غلط ولا حاجة أنا آسف. لا 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 أبدا يا ماهر، اتفضل يا ماهر، اتفضل اتفضل. مش فاهم راحت فين دي. ياه هالة وقف مكتبي؟ مش معقول. المهندسة ناريمان. هلا أختي. اهلا وسهلا. اهلا يا ناريمان، انا كان نفسي اشوفك من زمان قوي،
وانا كمان ميرسي. ناريمان بنت الدكتور هاشم اللي شفتيه عند مرات بيه ومتعب. كان في عشاء امبارح. عشاء فين؟ في بيت مدام راندا زميلتنا في الشغل. ناريمان ابتدت شغل معايا واخدتها النهارده تعمل معاينه على الطبيعه. كانت بتطلع الاولى على كليتها ومعقداني في شغلها. اكيد طول عمر البنات اشطر من الاولاد. متشكره قوي. تصوري انها كانت كسلانه ومش عايزه تشتغل. ليه يا ناريمان؟ بالعكس ده الشغل هيسليكي قوي. بمناسبه الشغل انت مزوغه ليه؟ ابدا حسيت ان انا عايزه ازوغ فزوغت. برافو عليكي. بس كده ولا في حاجه ضايقتك؟ بقول لكم ايه رايكم اخدكم كده اعزمكم على الغدا دلوقتي حالا. ميرسي قوي يا هالة، بس انا ما قلتش لبابا وكنت متفقه معاه ان انا لازم افوت عليه في العياده. طيب تواديني انك تاخدي اذن مره ونروح نتغدى سوا. ان شاء الله. طيب اسيبكم انا بقى لحسن هموت من جوه. انا مبسوطه قوي ان ريماني اني شفتك. وانا كمان ميرسي. طب فهميني بس انت رايحه فين؟ مش عارفه يمكن اروح لخالو مانا. مش عارفه حقيقي مش عارفه. انت مشكلتك في غباوتك. اللي عايز اقوله ان راندا هانم لما تستلم شغلها هتبقى هي الكل في الكل. هتلاقي كل العالم اللي بتنزعها دي داخل الجحر. يعني هتبقى الشركه شركتنا وانا وراها له بالذات والزمن طويل. ولازم تحط في دماغك ان في اتنين هنا لازم نخفيهم عشان نقدر نبيع البيعه. الكلام ده تمام، بس خد بالك في هنا حكايه كبيره قوي اسمها ماهر الفطيري. اهو ده بقى اللي طلع لنا في المقدر جديد. حلو مدام خديجه. تاني هلا لسه ما جاش؟ هتيجي منين؟ بزمانها روحت، طرقت وروحت. ايه؟ في حد ضايقها؟ محدش يقدر يضايقها. هي المناظر المزعجه بس اللي ما بتقدرش عليها. قصدك فريد ودول؟ ولا فريد ولا دول. هي خلاص اتعودت على اشكالكم وشكلهم. الدور والبائعه الجديده. على فكره انا بموت في الرغي بتاعك ده. احكي لي مين بقى الجديده؟ والنبي يا ماهر انت باين عليك دمك خفيف. بقى ما انتش عارف مين الجديده؟ هدي لامار اللي كانت لسه خارجه من عندي. حقيقي هي عامله كتير كده في وشها ليه؟ ما دي راندا مديره العلاقات العامه. وي جو كومبري. بتقول ايه يا ماهر؟ انا مش فاهم. بقول ابتديت افهم. هي هالة ما بتحبهاش؟ ولا حد هنا بيحبها. مفيش غير فريد عوني اتلم المتوسع على خايب الراجل. حصل منهم مشاكل ولا ايه؟ طبعا الهانم دخلت على المدير العام من غير ما تستأذن هالة. طبعا هالة زعلت ونسيت. طبعا هالة طول عمرها حساسة ورقيقة ما تحبش الفوضى. انا مش عارفة انا حيرانة جدا مش لاقي حد يروح لها. انا هروح لها ما تقلقيش يا خديجة. خديجة؟ خديجة كده حاف من غير مدام. اتأخرت عليك؟ طبعا. انت كنت فين ده كله؟ في الشغل. اسكت يا هاشم، انا النهارده اتفقت مع مراد عز العرب على كل حاجة. انت لسه مصممة على حكاية الشغل دي؟ احنا مش كنا حلينا المشاكل المادية؟ بس ما تتصورش قد ايه لقيت نفسي في الشغل. طب ليه؟ ناقصك حاجة؟ انت مش عارفه كويس انك ممكن تطلبي مني اي حاجه انت عايزاها. انا متاكده. امال ليه بتحسسيني اني ما اقدرش احقق احلامك؟ ما اقدرش اكون مسؤول عنك. انت زي ما تكوني بتبعدي المسافه اللي بينا. انت ليه مش مصدقه اني محتاج لك؟ انا كمان ما اقدرش استغنى عنك. دي حاجه مهمه جدا في حياتي. متأسف
مش ممكن ده يكون احساسك رندا. انا مش عايز اشعر اني بفرض عليكي احاسيسي. انت كل يوم بتبادي اكتر زي ما يكون صوتي مش وصلك. قد كده انا معذباك؟ انت بتقول كده عشان عارف قد ايه انا محتاجالك. محتاجالي ازاي؟ محتاجالي دي كلمة كبيرة اوي. يا ريت تكوني حساها. عشان ما تقولش كده، انت غيرت كل حياتي. انا مش عارفة من غيرك كنت ممكن اعمل ايه. هاشم عشان خاطري بصلي،